من أعذب الحكايات وأشدها تشويقا الحديث عن الرحلات وما جرى فيها لاغتنام فوائدها، ومن أجملها رحلة موسى والخضر عليهما السلام، ففيها فضيلة الرحلة في طلب العلم، فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة ولقي النصب في طلبه، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وفيها استحباب إطعام الإنسان خادمه من طعامه وأكلهما جميعا، فإن هذا من التواضع، فقد قال موسى لخادمه آتنا غداءنا ولم يقل غدائي. ويراعى حسن الأدب مع الله بألا يضاف إليه ما يستهجن لفظه، فقد اعتذر الغلام بقوله وما أنسانيه إلا الشيطان، وهو كقول الخليل عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله. وينبغي أن يتأدب الطالب مع المعلم وأن يخاطبه بألطف خطاب. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ولا بد أن يصبر الطالب مع المعلم حتى يتعلم منه، فمن لازم الصبر أدرك ما يسعى إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. والأفعال المستقبلية ينبغي تعليقها على مشيئة الله، فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وقد خرق الخضر السفينة لينجيها لا ليغرقها، وفي ذلك العمل بالمصالح إذا تحقق وجهها، وجواز إصلاح كل المال بإفساد بعضه. وصلاح الآباء ينفع الأبناء، فقد حفظ الله مال الغلامين لصلاح أبيهما. قال سعيد بن المسيب لابنه إني لأزيد في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، وتلا هذه الآية وكان أبوهما صالحا. فمن خير ما تتركه لأولادك من بعدك صلاحك في نفسك. قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.